بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم حاليا متواجد في نادي الدير في بطولة خاصة حق قوة الرمي تم تنظيمها من قبل بحرين كومبات ولين عن رياضة قوة الرمي. اليوم حضوري بس مجرد أن أنا عارف وأفهم شنو قوة الرمي، فاليوم قاعد أسجل الحضور ذي وأسجل هذا الفيديو خاص حق بس التعرف على هذه الرياضة وزيادة نشوف الحضور الجماهيري الحلو والتنظيم من أخونا الكنديري من الكويت. فخلونا نتابع هذه التغطية اللي سويتها الخفيفة وسريعة في نادي الدير حق هذه البطولة. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم حسن الكندري من الكويت، صاحب شركة سبمشن سبورت هنا في البحرين، شركة متخصصة بالفنون القتالية وأيضا شركة فيدر في الكويت اللي إحنا متخصصين في إقامة البطولات. حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك إن شاء الله. أول شيء أبعتذر حق اللاعبين والجمهور، البطولة كانت لازم تكون تحت الكيك بوكسينج وسوينا البوستر سوينا كل شيء، لكن تعرفين انتقال الاتحاد اللي صار فإلى الآن ما تشكل اتحاد الكيك بوكسينج، فاتصل فينا الوزان واعتذر من عندنا عن إقامة البطولة لين تتشكل. وطبعا هو وعدنا مشكور بالدعم الكامل في المستقبل إن شاء الله في البطولات الجاية. فحبا منا للشباب وتعبهم وتقديرا لهم غيرنا اسم البطولة، سميناها قوة الرمي وكملنا البطولة نفس ما أنتم شايفين. الحمد لله رب العالمين. البطولة هذه مجهود جبار من المدربين والمنظمين لأن حنا وصلنا بها بهالمستوى هذا. طبعا بسبب شنو؟ بسبب الوقت القصير، لأن حنا أخذنا قرار إن إحنا نكمل في البطولة آخر 3 أيام، يعني قبل 3 أيام من الحين. نوخر عن كلمة الربح المادي لأن هذا آخر هدف. نعم. تمام. عندنا أهداف أسمى من كذي. أولا حنا علينا حلم وإن شاء الله بإذن الله بنحققها مع المدربين ومع رئيس اتحاد الكيك بوكسينج، إن خلال فترة وجيزة راح تصير البحرين محط أنظار جميع العرب في هالرياضة هذه بالذات رياضة السرعة. الأمر الثاني بالنسبة لنا إحنا نسمع نقول إحنا نبدأ من تحت ونصعد لفوق، نبدأ من اللعيبة المبتدئين اللي عمرهم ما شاركوا ولا بطولة، أغربين اللعيبة اللي الحين موجودين هذه أول مشاركة لهم، نشجعهم ونقويهم لغاية ما يصلوا مستوى نقدر بعدها ننافس عربيا وخليجيا وعربيا وإن شاء الله نوصل للعالمية. طبعا هذا كله راح يصير في مصلحة اللاعب لأن إن شاء الله إنه راح يوصل للاحتراف، وهذا الشيء طبعا إحنا قاعد نشوف المجهود اللي قاعد يصير هنا في البحرين، مجهود كبير جدا وصاحب السمو الشيخ خالد إنه قاعد يجهز فريق وقاعد يشارك فيهم، والإنجازات اللي قاعد حققها البحرين بالفترة اللي طافت إن شاء الله الكيك بوكسينج راح تكون من هالألعاب هذه اللي راح تحقق إنجازات البحرين ولأهل البحرين.